السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم خروشيد ديجا. النهاردة ان شاء الله هنتعلم نعمل فيونكة زي دي. هي لها كذا طريقة، والاسهل ليكي طبعا تشتغلي بيها. هنشتغل بطريقتين. وانا هشتغل بإبرة مقاس 3.5 وبخيط رفيع. اول حاجه هنعمل عقده البدايه، هسيب لكم طريقه عقده البدايه في صندوق الوصف. هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هندخل في اول سلسله وهنسحب الخيط ونعمل منزلقه مره واحده. على تاني هدخل بالإبرة في أول سلسلة عملتها واطلع منها ومن التانية كمان. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هاخد واحدة على الإبرة وهدخل في النص بالشكل ده، وهعمل اشتغل 3 عمود بلفة، 1 ادخل تاني واسحب، 2 3. ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. وهاجي جنب اخر عمود بلفة في نفس المكان، هسحب الخيط واعمل منزلقة بالشكل ده، ارتفع تاني 3 سلاسل في نفس المكان اللي عملنا فيه 3 عمود بلفة. هنعمل كمان 3 عمود بلفة، ادي 1 2 3. هرتفع كمان 3 عمود بلفة واقفل بمنزلقة بالشكل ده كده، شد الخيط، هقص الخيط واجيب الطرف كبير والفه عليها بالشكل ده كده. نجيب ده خلفي ده وده، كده اتكونت معانا الفيونكة. الطريقة التانية هعمل دايرة سحرية بالشكل ده، الطرف الصغير تحت بالشكل ده، وندخل بالإبرة ونسحب خيط بالشكل ده كده، ونرتفع 3 سلاسل، وندخل في نفس الدايرة ونعمل 3 عمود بلفة
نرتفع 3 سلاسل كمان، ونقفل بمنزلقة. ونرتفع كمان 3 سلاسل، ونشتغل 3 عمود بلفة. ارتفع كمان 3، واقفل بمنزلقة، وشد الخيط بالشكل ده كده. شد الخيط اللي ورا ده كده، لو عايزة طبعا أكبر الفيونكة بزود عدد السلاسل للارتفاع بتوعي. دي الطريقة التانية، ودي الطريقة الأولى. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا مني، ومنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.